لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في مقرر التحليل الإحصائي، المحاضرة الرابعة. نكمل ما بدأنا في المحاضرة الثالثة في نظرية الاحتمالات، ونبدأ في هذا اليوم فيما انتهينا إليه. فسوف نتحدث عن الاحتمال الشرطي، ثم سوف نتحدث عن نظرية بيز. قبل الحديث عن نظرية بيز والاحتمال الاستقلال الحوادث أو يعني الحوادث المستقلة واحتمالاتها، سوف يعني نعيد الحديث عما بدأنا به وانتهينا إليه في المحاضرة الماضية في الاحتمال الشرطي. فنقول للتذكير، إذا كان عندنا حادثان A1 وA2 وكان احتمال A2 لا يساوي الصفر، فإن الاحتمال الشرطي للحادث A1 بشرط وقوع الحادث A2 يعطى بالمعادلة التالية، ونقرأ بهذا الشكل. نقول احتمال A1 بشرط وقوع A2 يساوي هذا الاحتمال، احتمال التقاطع ما بين الحادثين على احتمال الشرط الذي هو A2. فإذا نقول أن الاحتمال الشرطي A1 بشرط وقوع A2 هو احتمال وقوع الحادث A1 مع الحادث A2 على احتمال وقوع الحادث A2 الذي يمثل الشرط. من هذه العلاقة، علاقة الاحتمال الشرطي، أستطيع أن أقول أن هذا أو هذين الكسرين، الكسر الذي في اليسار والذي مقامه 1، والكسر الذي في اليمين الذي في بسطة احتمال التقاطع وفي مقامه احتمال الشرط، نستطيع أن نقول أن احتمال أو أن حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، ونخرج بهذه العلاقة التي قمنا بتسميتها بضرب الاحتمالات. فنقول بأن احتمال A1 تقاطع A2 أو احتمال A تقاطع B يساوي احتمال B ضرب احتمال الاحتمال الشرطي لA بشرط وقوع B، أو احتمال A ضرب احتمال الشرطي لB بشرط وقوع A. هذا يسمى ضرب الاحتمالات. من هنا يعني ننطلق إلى مفهوم استقلال الحوادث، ونقول عن حادثين A و B أنهما مستقلان إذا كان حدوث أحدهما لا يعتمد على حدوث الآخر. والمعنى الرياضي لذلك هو نقول أن احتمال A1 بشرط وقوع B أو احتمال A بشرط وقوع B يساوي احتمال A، يعني سواء وقع الحادث B قبل A أو لم يقع لن يؤثر ذلك في شيء بالنسبة لاحتمال الA. احتمال الA هو بشرط B يساوي احتمال الA، فاحتمال الA سواء وقعت B أو لم تقع هو نفسه احتمال الA، لا يتأثر يعني حساب الاحتمال الشرطي لA بشرط وقوع B بأي شيء بسبب أن B وقع قبله، بل هو مساو لاحتماله يعني الحقيقي. بالمثل نقول أن احتمال B بشرط وقوع A يساوي احتمال B، والسبب أن الاحتمالين يعني أو الحادثين هما مستقلان، حدوث أحدهما لا يؤثر على حدوث الآخر، وبالتالي احتمال وقوع أحدهما بشرط وقوع الآخر يساوي احتمال الأول منهما. ومن هنا إذا كان احتمال A بشرط وقوع B يساوي احتمال A، فبالتالي الاحتمال يعني ضرب الحوادث أو ضرب الاحتمالات، احتمال A واحتمال احتمال A وB أو A تقاطع B يساوي احتمال B ضرب احتمال A بشرط وقوع B حسب القانون ضرب الاحتمالات، لكن احتمال A بشرط وقوع B هو احتمال يساوي احتمال A، والسبب أن الحادثين مستقلان. طيب، إذا احتمال A بشرط وقوع B تساوي احتمال A، وبالتالي سيصبح الاحتمال التقاطع
احتمال وقوعهما معا A وB سيصبح احتمالهما أو احتمال وقوعهما معا هو احتمال الأول ضرب احتمال الثاني أو احتمال الثاني ضرب احتمال الأول، ونحن نعرف أن عملية الضرب هي عملية إبدالية. وكذلك أيضا يمكن القول بأن احتمال A وB يساوي احتمال A ضرب الاحتمال الشرطي لB بشرط وقوع A، واحتمال الشرطي لB بشرط وقوع A يساوي احتمال B. بالتالي سوف نقول أن احتمال التقاطع تقاطع A وB يساوي احتمال الأول ضرب احتمال الثاني. هذه حالة خاصة أن احتمال التقاطع يساوي احتمال الأول ضرب احتمال الثاني، هذه حالة خاصة نستخدمها فقط عندما يكون الحادثين عندما يكون الحادثان يعني مستقلين. أما إذا لم يكونا مستقلين فلا يصح أن نقول أن احتمال وقوعهما معا يساوي احتمال الأول ضرب احتمال الثاني. مثال عددي، يعني إذا كان A و B حادثين في S، S اللي هي المجموعة الشاملة أو فراغ العينة، بحيث أن احتمال A يساوي 50% واحتمال B يساوي 60% واحتمال A أو B يساوي 80%، ونحن نعرف أن هذه الأخيرة تقرأ بأكثر من قراءة، فنقول احتمال A أو B، أو نقول احتمال A اتحاد B، أو نقول احتمال وقوع أي من A أو B. طبعا هذه القيمة تساوي 80%. السؤال، هل A و B حادثان مستقلان؟ طبعا نحن عرفنا أن الحادثين يعني يمكن القول بأنهما يعني مستقلان في حالة واحدة، عندما يكون احتمال التقاطع احتمال A تقاطع B يساوي احتمال A ضرب احتمال B. فنحن الآن نستطيع أن نضرب احتمال A ضرب احتمال B، فنضرب 50% ضرب 60%، الجواب 30%. لكن لا يوجد عندي قيمة احتمال التقاطع، يعني احتمال A تقاطع B غير متاحة هذه القيمة، مما يعني أنه لا بد من حسابها من يعني أحد القوانين التي سبق دراستها. طبعا وجود يعني احتمال اتحاد، احتمال الاتحاد احتمال A اتحاد B، يعني لم يوضع في السؤال يعني عبثا، إنما وضع لهدف. أعتقد أن احنا الآن أصبحنا يعني قادرين، أو ممكن نحن يعني لمحنا المغزى من وجود احتمال A اتحاد B. طبعا السبب كما يعني أعتقد أن وصلت من ذلك هو أن هناك علاقة تقول بأن احتمال الاتحاد احتمال اتحاد أي حادثين يساوي احتمال الأول زائد احتمال الثاني ناقص احتمال التقاطع. فاحتمال الأول معلوم اللي هو احتمال A، واحتمال B أيضا معلوم، واحتمال التقاطع مجهول، لكن احتمال الاتحاد معلوم. ولذا من هذه العلاقة يعني اللي يعني احتمال الاتحاد يساوي احتمال الأول زائد الثاني ناقص التقاطع، ممكن أن نقول أن احتمال الاتحاد يساوي 80% واحتمال الأول 50% واحتمال الثاني 60%. معادلة فيها عدة كميات وفيها فقط كمية واحدة مجهولة. بما أن الكمية المجهولة هي واحدة، أنا أستطيع أن أحسب هذه القيمة، فمن الممكن أن يعني نضيف هذا القدر إلى الطرفين ونطرح هذا القدر من الطرفين، أو نقول يعني تجوزا كما يعني تعلمنا ذلك في المراحل الدراسية العامة، ممكن أن نقول ننقل هذا المقدار إلى الطرف الأيسر ونغير إشارته، وننقل هذا المقدار 80% الموجبة إلى الطرف الأيمن ونغير إشارته فتكون إشارة سالبة بدلا من موجبة. وأيضا احتمال التقاطع كان يعني كانت إشارته سالبة أصبحت إشارة موجبة، والآن يمكن أحسب قيمة احتمال التقاطع، فيكون احتمال التقاطع يساوي احتمال A زائد احتمال B ناقص احتمال الاتحاد 50% أو 60% 110% ناقص 80% يطلع عندي 30%. هذا المقدار هو في الحقيقة نفس مقدار
حاصل ضرب احتمال الـ A ضرب احتمال الـ B 50% ضرب 60% يطلع عندي 30%. إذا تحققت العلاقة التي يعني تقول بأن احتمال التقاطع يساوي 30%، وهذا حسبناه من قانون الاتحاد. والطرف الأيمن ضربنا ضرب مباشر للمقدار الأول ضرب المقدار الثاني، وأصبحت النتيجة واحدة في الطرف الأيمن وفي الطرف الأيسر. إذا من الممكن القول بأن الحادثين A و B مستقلة. طيب ننتقل الآن إلى نظرية بايز. نظرية بايز نستخدمها في حالة وجود مجموعة أو حادث معين يتوزع على عدد من المجموعات التي تمثل في مجموعها مجموعة شاملة. حتى نفهم هذا يعني الأمر أو هذا المفهوم، ننظر الآن في هذا الشكل. هذا الشكل من الخارج المجموعة S، المجموعة الشاملة أو فراغ العينة. فراغ العينة كما ترون مقسم إلى مجموعات غير مشتركة متنافية أو ليس بينها تقاطع. فA1 هذا جزء أو شريحة من مجموعة S، الA2 أيضا شريحة أخرى، الA3، الAR إلى AN. طبعا نقول AN يعني نقصد فيه عدد منتهي من المجموعات. قد تكون هذه المجموعات قد يكون عددها مثلا 2 3 4 أو حتى لو زاد عن ذلك، لكن في نهاية الأمر عدد يعني عدد منتهي، ممكن يكون 10 ممكن يكون 20 إلى آخره. لكن المفهوم اللي هنا إن المجموعة الشاملة مجموعة S مقسمة إلى مجموعات ليس بينها تقاطع. يعني ممكن القول أن مجموعة S عبارة عن اتحاد A1 مع A2 مع A3 إلى آخره من المجموعات الموجودة. ونلاحظ أن مجموعة B هي مجموعة موجودة في المجموعة الشاملة، موجودة في S، وأيضا متوزعة. هذه المجموعة مجموعة B متوزعة على المجموعات A1 و A2 و A3، فجزء من B موجود في A1، جزء من B موجود في A2، جزء من B موجود في A3 وهكذا. يعني B عبارة عن اتحاد، يعني عبارة عن اتحاد الأجزاء التالية، الجزء الذي تتقاطع فيه الB مع A1 اللي هو هذا الجزء، والجزء الذي تتقاطع فيه الB مع A2 هذا الA2، لكنها تتقاطع مع الB فقط في هذا الجزء وهكذا. إذا كنت أريد أن أحسب احتمال البي، احتمال البي سيكون احتمال الجزء الذي تتقاطع فيه البي مع A1 زائد احتمال الجزء الذي تتقاطع فيه البي مع A2 وهكذا. طبعا قلنا ليه قلنا زائد؟ لأن هذه يعني أجزاء ليس بينها تقاطع، وإحنا أخذنا قاعدة تقول إذا كان A وB حادثان متنافيين يعني ليس بينهما تقاطع، فإن احتمال اتحادهما يساوي احتمال الأول زائد احتمال الثاني. ما نقول ناقص احتمال التقاطع، حتى لو قلنا ناقص احتمال التقاطع قيمة احتمال التقاطع سوف تكون صفرا. طيب تقول نظرية بايز إذا احتمال وقوع AR بشرط وقوع البي يساوي الاحتمال التقاطع بينهما، وكتبنا احتمال التقاطع على شكل ضرب الاحتمالات على احتمال البي اللي هو احتمال الشرط. احتمال البي نكتبها بهذا الشكل الذي هو احتمال الجزء الذي تتقاطع فيه البي مع الاي زائد الجزء الذي تقاطع فيه البي مع A2 زائد الجزء الذي تقاطع فيه البي مع A3 وهكذا. ونأخذ هذا المثال، مصنع يقوم بإنتاج سلعة معينة به 3 آلات، تنتج الآلة الأولى 20% من إجمالي إنتاج السلعة، وتنتج الآلة الثانية نسبة 35%، وتنتج الآلة الثالثة
ما نسبته 45%؟ إذا كانت نسبة الإنتاج المعيب في الثلاث آلات على الترتيب 2% للآلة الأولى نسبة المعيب، ونسبة المعيب في الآلة الثانية 2.5%، نسبة المعيب في الآلة الثالثة 3%، إذا سحبت وحدة عشوائية من إنتاج المصنع فوجد أنها معيبة، احسب الاحتمالات التالية: أن تكون القطعة المعيبة من إنتاج الآلة الأولى، أن تكون القطعة المعيبة من إنتاج الآلة الثانية. فالآن نلاحظ بأن النسب المتاحة عندي هنا 20% و35% و45% هي نفس ما يمثله الشكل التالي. فال20% تمثل نسبة الـ A1 في هذا الشكل، و يعني 20% تمثل ما نسبته في الشكل الأول A1 في هذا الشكل، وأيضا 35% تمثل نسبة الـ A2، وال45% تمثل نسبة الـ A3. وطبعا لا يوجد عندي أي يعني أجزاء أخرى غير الـ A1 والـ A2 والـ A3 يعني يمكن أن تمثل مجموع يعني هذه يعني هذا المنتج في هذا المصنع. بينما البي في هذا الشكل نعني فيها الإنتاج المعيب الذي سيكون 2% منه، يعني 2% من الإنتاج العام هو معيب ومن إنتاج الآلة الأولى، و 2.5% من مجموع الإنتاج كله هو معيب وجزء من إنتاج الآلة الثانية، و 3% من مجموع الإنتاج كله هو معيب يعني جزء من بي، وفي نفس الوقت هو من إنتاج الآلة الثالثة يعني جزء من الآلة أو من إنتاج الآلة الثالثة. سحبت وحدة عشوائية من إنتاج المصنع فوجد أنها معيبة، احسب الاحتمال التالية. إذا وجد أنها معيبة والمطلوب هو الاحتمال الشرطي، يعني AR ممكن نقول احتمال A1 يعني أن تكون الآلة المعيبة من إنتاج أن تكون السلعة المعيبة من إنتاج الآلة الأولى إذا علم أنها معيبة، فبيكون طبعا احتمال التقاطع الذي كتبناه على شكل ضرب الاحتمالات ضرب احتمال البي اللي هي الشرط كالعادة، لكن اختلف هنا كتبنا ان احتمال الشرط عبارة عن الجزء الذي يتقاطع فيه البي مع A1 والجزء الذي يتقاطع فيه البي مع A2 والجزء الذي يتقاطع فيه البي مع A3. ونفرض الآن بأن A1 و A2 و A3 هم إنتاج الآلة الأولى وإنتاج الآلة الثانية وإنتاج الآلة الثالثة على التوالي، وأن B إنتاج سلعة معيبة. احتمال أن تكون السلعة إذا اخترناها من إنتاج الآلة الأولى بشكل عام سواء معيبة أو غير معيبة 20%، لأن الآلة الأولى تنتج 20%، فأي وحدة تختارها من يعني إنتاج المصنع بغض النظر هل هي معيبة ولا غير معيبة، نسبة أن تكون من الآلة الأولى واحتمال أن تكون من الآلة الأولى هو 20%، وبالمثل بالنسبة لاحتمال A2 واحتمال A3 35% و45%. بينما الاحتمال الشرطي يعني إذا علم أنها معيبة الآلة، فما احتمال أن تكون من إنتاج الآلة الأولى 2%، وإذا كان علم أنها معيبة ما احتمال أن تكون من إنتاج الآلة الثانية 2.5%، وإذا علم أنها يعني من إنتاج الآلة الثالثة ما احتمال أن تكون معيبة 3%. مرة أخرى، إذا علم أنها من إنتاج الآلة الأولى احتمال أن تكون معيبة 2%، إذا علم أنها من إنتاج الآلة الثانية احتمال أن تكون معيبة 25%، وإذا علم أنها من إنتاج الآلة الثالثة احتمال أن تكون معيبة هو 3%، 2%، 2.5%، و3%. المطلوب هنا احتمال إذا علم أنها معيبة أن تكون من إنتاج الآلة الأولى. طبعا هنا سيكون الجواب هو احتمال الـ A1 ضرب احتمال B بشرط وقوع الـ A1 على الاحتمال الـ B الذي هو عبارة عن
حاصل ضرب، احتمال كل، يعني احتمال أن تكون معيبة، احتمال الشرطي أن تكون يعني معيبة إذا علم من إنتاج الآلة الأولى، ضرب احتمال أن تكون من إنتاج الآلة الأولى. فإذا تكون البي عبارة عن الاحتمال أن تكون من إنتاج الآلة الأولى ضرب احتمال أن تكون معيبة إذا علم أنها من إنتاج الآلة الأولى، زائد احتمال أن تكون من إنتاج الآلة الثانية ضرب احتمال أن تكون معيبة إذا علم أنها من إنتاج الآلة الثانية، وزائد احتمال أن تكون من إنتاج الآلة الثالثة ضرب احتمال أن تكون معيبة إذا علم أنها من إنتاج الآلة الثالثة. وتلاحظون أن هذا المقدار هو نفس المقدار الذي في البسط، فيعني إذا كان المطلوب هو احتمال أن تكون من إنتاج الآلة الأولى ضرب إذا علم أنها معيبة، سيكون أحد هذه المقادير الثلاثة سيكون هو في البسط، هذا المقدار هو الخاص بإنتاج الآلة الأولى. يعني في احتمال أن تكون من إنتاج الآلة الثانية إذا علم أنها معيبة سيكون نفس الحل بالضبط، احتمال أن تكون يعني من إنتاج الآلة الثانية إذا علم أنها معيبة بنفس الأسلوب البي، نفس القيمة اللي في المقام لن تتغير، لكننا سنأخذ المقدار الثاني، سنأخذ المقدار الثاني سيكون في البسط الذي يمثل احتمال A2 ضرب احتمال B إذا علم يعني أنها من إنتاج الآلة الثانية، والجواب سيكون هنا يعني 152 من 1000، وهنا بيكون 333 من 1000. مثال ثاني بنفس الأسلوب، مستشفى به أربعة أقسام، يعني هذه الاس تمثل المستشفى، هنا الاس به أربعة أقسام A1 و A2 و A3 و A4، نسب عمال النظافة في هذه الأقسام 30%، 40%، 20%، 10% على التوالي. فنقول إن احتمال A1 هو 30%، احتمال A2 40%، احتمال A3 20%، احتمال A4 10%. إذا كانت نسبة العمال المدخنين بهذه الأقسام 15%، 18%، 12%، 9% على التوالي، هذه النسب تمثل نسبة المدخنين في كل قسم من الأقسام. ورياضيا نقول إذا علم أنه من القسم الأول فاحتمال أن يكون مدخن هو 15%، إذا علم أنه من القسم الثاني احتمال أن يكون مدخن 18%، وهكذا. إذا نقول مرة أخرى، نفرض بأن الأقسام يعني الحوادث A1 A2 A3 A4 تعني أن يكون العامل اللي اخترناه بشكل عشوائي من القسم الأول أو من الثاني أو من الثالث أو من الرابع على التوالي، وبالتالي أيضا احتمال هذا العامل اللي اخترناه بشكل عشوائي أن يكون من القسم الأول هو 30%، وأن يكون من القسم الثاني 40%، واحتمال أن يكون من القسم الثالث 20%، واحتمال أن يكون من القسم الرابع 10%. وأيضا كما قلنا، إذا علم أنه من القسم الأول فاحتمال أن يكون مدخنا 15%، وإذا علم أنه من القسم الثاني فاحتمال أن يكون مدخنا 18%، وإذا علم أنه من القسم الثالث فاحتمال أن يكون مدخنا 12%، وإذا علم أنه من القسم الرابع فاحتمال أن يكون مدخنا 9%. المطلوب الأول، احسب الاحتمالات التالية، أن يكون العامل من القسم الأول إذا علم أنه مدخن، هذا احتمال شرطي، فنكتبها احتمال A1 يعني أن يكون مدخنا، احتمال أن يكون من القسم الأول إذا علم أنه مدخن، إذا علم أنه مدخن. طبعا هذه بتكون احتمال ضرب الاحتمالات لاحتمال أن يكون من القسم الأول ضرب احتمال إذا يعني إذا كان من القسم الأول الاحتمال الشرطي إذا علم أنه من القسم الأول فاحتمال أن يكون مدخنا، على يعني القيم الاحتمالات في النسب، نسب الاحتمالات أن يكون مدخنا في كل قسم ضرب نسب الأقسام، فبيكون كل نسبة نسبة القسم ضرب يعني نسبة المدخن داخل القسم، وهكذا. فيعني نحسب هذه القيم، يكون عندي 30% بنفس الطريقة، يعني هنا القسم الثاني احتمال يكون من القسم الثاني إذا علم أنه مدخن، بتكون بنفس الأسلوب نأخذ المقدار الثاني في المقام في احتمال البي، ويكون بهذا الشكل 48%، واحتمال
ألا يكون العام من القسم الأول إذا علم أنه يعني غير مدخن، ألا يكون العامل من القسم الأول بشرط أنه مدخن. نعم، مرة أخرى، احتمال ألا يكون العامل من القسم الأول إذا علم أنه مدخن، يعني هو علم أنه مدخن إذا الشرط ب، لكن احتمال ألا يكون مدخنا بيكون متممة الأ. نحن حسبنا قيمة احتمال A1 بشرط البي، طلع عندي 30%، يعني احتمال هو علم أنه مدخن، احتمال أن يكون من القسم الأول 30%، فبالتالي احتمال ألا يكون من القسم الأول إذا علم أنه مدخن هو المتممة 70%، يعني نسبة المدخنين، بعبارة أخرى نسبة المدخنين الموجودين في القسم الأول من الإجمالي كله 30%، يعني 30% من المدخنين موجودين في القسم الأول، وبالتالي احتمال ألا يكون من القسم الأول إذا علم أنه مدخن يعني بمعنى أن يكون من القسم الثاني والقسم الثالث، والذي يمثل حقيقة متممة هذا يعني الحادث، وبالتالي بيكون واحد ناقص احتمال أن يكون من القسم الأول إذا علم أنه مدخن، وبالتالي بيكون 1 ناقص 3 من 10 و30% يطلع عندي 70%. يكون هنا قد انتهينا من هذه المحاضرة، شكرا لحسن متابعتكم، تمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.